من واعظ وشيخ ضالع في الدين إلى أعظم ساحر ومنجم في التاريخ العربي. ألف كتاباً فتح بوابة الشر والعالم السفلي ليعتبره السحرة طفرة في عالمهم المظلم والخفي. تعود أحداث قصتنا في القرن الثاني عشر ميلادياً في مدينة بونة الجزائرية أو عنابة حالياً، حيث ولد طفل يدعى أحمد ابن علي البوني. وقد كبر وترعرع في عائلة محافظة نشأ فيها على أصول الدين وطلب العلم بدراسة علوم الفقه والأحكام الإسلامية، إلى أن أصبح يئم بالناس وهو لم يتجاوز 15 من عمره بسبب تميزه واختلافه عن من هم في سنه، لدرجة أنه كان يحضر مجالس كبار الشيوخ ويحاورهم ويناقشهم بسبب شدة تعمقه في العلوم الإسلامية وفصاحته وذكائه في المناظرات مع علماء الدين، إلى أن قرر التوجه إلى بلاد المغرب العربي الكبير طلبا لمزيد من العلم ولصقل مهاراته في أصول الدين. فشد الرحال إلى مدينة القيروان بتونس، حيث تعلم وأتقن القراءات الثمانية للقرآن الكريم، ليشد بعد ذلك الرحال إلى المغرب الأقصى التي اشتهر فيها بورعه وبراعته في علوم الفقه المالكي وزهده الكبير، لدرجة أنه كان يلقب بسيدي مروان لأنهم يرون فيه كل صفات الأولياء الصالحين. إلى أن أتى يوم سمع البوني بعض الناس تتحدث عن السحر والشعوذة وقدرات المنجمين الخارقة، ليستفسر عن الأمر معهم ويخبروه عن استحضار الجن والشياطين الذين لهم القدرة على تنفيذ كل أوامر المستحضر. فأشبع ذلك رغبة الفضول في نفسه وبدأ بالبحث في الأمر أكثر كطالب للعلم وللمعرفة، ليسمع من أحاديث متداولة عن بعض الأساطير لاستحضار الشياطين والسحر عند المصريين، ليقرر الانطلاق في رحلة إلى أرض الحضارة المصرية في عهد الخلافة الفاطمية، حيث كان للسحر في تلك الفترة أهمية كبيرة بين الناس خلف ستار الدين ومعتقداته. فكان السحرة والمشعوذين يلقبون بالصالحين كما يلقبهم ضعاف النفوس في وقتنا الحالي بالمعالجين الروحانيين، فهم يعتبرون السحر وسيلة لمساعدة الناس وعلاجهم. وفور وصول البوني إلى مصر ذهل من هول ما يراه، فبدأ بحثه في الموضوع بتوجهه إلى مدينة أثرية تدعى أخميم، التي يقال عنها بأنها المعقل الرئيسي لكبار السحرة عند الفراعنة. فبدأ رحلته بتلك المدينة التي استمرت لمدة شهر كامل، إلى أن فتح له فيها إحدى المقابر الفرعونية، حيث وجد بها مجموعة كبيرة من المخطوطات القديمة لممارسة السحر الفرعونية، فأخذها وبدأ بقراءتها لتعلم فنون السحر والشعوذة مع ابتعاده عن الدين بشكل كامل، إلى أن وصل به الأمر لتحضير ملوك الجن السبعة بعد تعمقه وإتقانه للسحر الأسود، فقام باستخدامهم في الكشف عن الأسرار الباطنية والخفية، ليقرر بالنهاية تأليف كتاب يضع فيه كل تفاصيل ما تعلمه وأتقنه من المخطوطات التي حصل عليها ومن ما علمه إياه ملوك الجن الذين كان يستدعيهم. فخط كتابه الشهير والمحرم شمس المعارف الكبرى، ليدون فيه أشر أنواع السحر وأخطرها، وكان الجن يملي عليه ما يكتبه، وهذا ما يفسر سر عزلته واختلائه الطويل بعيداً عن البشر. كما أن الحياة في تلك الحقبة الزمنية للخلافة الفاطمية بمصر مختلفة عن غيرها من بلاد المسلمين، فقد كان السحر مجرد أداة لحل مشاكل الناس، وبالتالي فكل هذه العوامل كانت مؤثرة على البوني في تغيير طريقه واتخاذه لقراره بكتابة أبشع كتب السحر. الكتاب المحرم شمس المعارف الكبرى.
يعتبر هذا الكتاب الذي يعرف بأن كاتبه هو أحمد ابن علي البوني تحت عنوانه القديم شمس المعارف الكبرى ولطائف العوارف طفرة في تاريخ كتب السحر والشعوذة لما يتضمنه من محتوى خطير وطلاسمة وتعاويذ لأبشع أنواع الأسحار والتنجيم. فاختلافه عن كتب السحر التي سبقت عهده وما بعده كان مؤكداً من السحرة على مر العصور، حيث أن المعلومات والطلاسمة وطرق استدعاء ملوك الجن مختلفة عن غيره من الكتب. كما اعتمد البوني في كتابه على علم الحروف والأرقام الذي يعتبر أساس الأجزاء الأربعة بشمس المعارف، فقد خط مقدمة الكتاب بالبسملة والحمد لله وشكره على نعمه، وأنه يقدم كتابه صدقة لوجه الله، ثم تلاه تحذير واضح من قراءة محتواه لمن لا يمتلك العلم الكافي لذلك نظرا للأمور الغامضة والخطيرة التي كتبت فيه، إذ أن الكتاب به 40 فصلاً خصص البوني كل منها لشيء معين، إذ بدأ بفصله الأول بربط الحروف العربية مع الحروف العجمية وكيفية الاستفادة منها. تلاه فصول تتحدث عن منازل القمر وأحكام الأبراج وخصائصها، وهذا يعتبر تنجيماً تحت مسمى ارتباطات الأبراج بحياة البشر. ثم تأتي فصول تتحدث عن بعض السور القرآنية وخواصها والاستفادة منها في حالات معينة دون إيجاد تفسير لذلك. ثم يبدأ التحول الكبير في محتوى الفصول بربط بعض الطلاسم بالحروف والأرقام الغير المفهومة إلا للسحرة والمشعوذين نفسهم، كما أنه يربطها ببعض الآيات القرآنية بدون أي تفسير واضح لذلك. ثم قام البوني بالتحدث عن أسماء ملوك الجن العلويين الذين يعيشون في كواكب غير الأرض وصنفهم، وهذه بعض أسمائهم: الملك روقيائيل وهو يحكم الشمس ويتم استحضاره يوم الأحد، الملك سمسمائيل وهو يحكم كوكب المريخ ويتم استحضاره يوم الثلاثاء، الملك عنيائيل وهو يحكم كوكب الزهرة ويتم استحضاره يوم الجمعة. ويحكم هؤلاء الملوك السبعة العلويين كل الجن السفليين المتواجدين على الأرض، وهذه أسماء بعض ملوكهم: زيتون يأتي على شكل قط أسود أو على شكل أي حيوان آخر، سنجاب يستدعيه السحرة في أعمال الإخضاع وسحر التفريق بين المرء وزوجه، عزازيل الذي يحتاج استدعاؤه إلى نجاسة مستحضره والسجود له مقابل الحصول على مبتغاه، ذات المحاسن هي من الجن العاشق والخطير وتنقلب على مستحضرها إن لم يخضع لها. وكما سمعتم وشاهدتم كمية التناقض في محتوى هذا الكتاب، فهو يجمع بين الآيات القرآنية والتلامس الشيطانية وعلوم التنجيم والسحر في نفس الوقت، لذلك تم تحريم قراءته حتى إن كان فضولاً للمعرفة لما يسببه من أذية عند قراءة ما خط به من طلامس وكتابات لاستدعاء الجن والشياطين. وأرجو منكم أن تحذروا من اتباع هذا الطريق أو حتى التفكير بقراءة هذا الكتاب أو غيره من كتب السحر. ومهما كانت حالتك أو خسارتك في الدنيا، لا تلجأ لغير الله سبحانه، ولا تنسى بأنه أقرب إلينا من حبل الوريد، فعليه نتوكل وبه نستعين. نشكركم على حسن المتابعة ودعمكم الكبير لنا، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا ليصلكم كل جديدنا.